سمية الخشاب تعرف إنها وراء انفصال نادى الكامل عن أحمد الفيشاوي. استجابت لنصائحها وتم الانفصال بهدوء. سعيدة باحترامها المتبادل وبحصولها على حقوقها. علقت سمية الخشاب على واقعة انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجة السيدة ندى الكامل، وذلك خلال ظهورها كضيفة في برنامج كلام الناس، وحكت إنها بتعرف ندى الكامل من فترة بسبب وجود أصدقاء مشتركين بينهم. أكدت سمية إنه الفترة الأخيرة في علاقة ندى والفيشاوي كانت متوترة، وظهر ذلك على الريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة، وتم بعض المشاحنات البسيطة بينهم، وتدخلت سمية وقتها لتهدئة الموقف حتى ما يزداد الخلاف أثناء المهرجان. كشفت سمية إنها التقت ندى فيما بعد وطلبتها بالهدوء وأعطتها بعض النصائح، واعتبرت انفصالها عن الفيشاوي استجابة لهذه النصائح. أعجبت سمية بانفصال ندى الراقي، وإنها أعلنت خبر طلاقها بطريقة شيك، وأكدت إنه الانفصال أحياناً يصبح ضرورة إذا وصل الطرفان لمرحلة وما استطاعوا التفاهم فيها. تحدثت سمية عن الفيشاوي وحكت إنه شخص طيب ولطيف، وأعجبت بطريقته في الانفصال، خاصة وإنه أعطى زوجته كل حقوقها المادية كما أعلنت. أعلنت ندى الكامل انفصالها عن أحمد الفيشاوي في نهاية 2021، وذلك بعد زواج استمر 4 سنوات تقريباً، ولمحت ندى خلال منشوراتها إنها تعرضت للخيانة من زوجها، خاصة بعد ما صرحت: أعتقد أنك الآن سعيد مع غيري. وطالبت المتابعين بعدم الخوض في تفاصيل الانفصال احتراماً لبناتها ومشاعر الأسرتين. آخر ظهور لندى الكامل والفيشاوي كان على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكانت علاقتهم جيدة والتقطوا صورهم المتعارف عليها، لكن أثناء العرض الخاص بفيلم ريتسا غابت ندى عن التواجد برفقة زوجها كعادتها، وهرب يومها الفيشاوي من وسائل الإعلام حتى ما يتم السؤال عنها، وحتى ما يكون في هذا اليوم بمفرده حرصت والدته على دعمه بالرغم من غيابها من فترة ومرورها بوعكة صحية كبيرة.